Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kembali pada pagi hari ini kita menghafal surat al fajar Mudah-mudahan kita dapat menghafal dengan baik dan dapat memahaminya. Ikut bapa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم والبدر وليالي العشر والسب والوتر والليل إياه العشر قلبي جالك ذلك قسم الذي إسر لم تر كيف فعل ربك بآلاء رمضات الإمادة التي لم يهلك مثلها في الملادة وثمود الذين جابوا شر بالوعد وفرعون ذي الأوتادة الذي في بالبلاد فاكثروا بها الفساد فصب عليهم ربك سوط أجاب ان رب لك بالمرصاد اما الانسان اذا مبتله ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن اما اذا مبتله فقرر عليه رزقه فيقول ربي اهنن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تعدون على طعام المسكين فَتَقُولُونَ التروس عقلا لما وتحبون المال حبا جما كلا اذا لبكت الارض دكا دكا وجاء رب الْمَلَكُ صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان ان له ذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يؤذي وجابه أحدا لا يشك وساقه أحدا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك رَاضِيَةً مرديا وده لي في عبادي وده لي جنتي صدق الله العظيم السلام عليكم